حياكم الله. على قدم واحد يقف مشروع الموازنة الاتحادية في البيت التشريعي، عجز مالي، تراجع في أسعار النفط، أحكام رئاسة مجلس النواب تحكم قبضتها على مسودة المشروع والحيلولة دون وصولها للجان المعنية، وتفاوت في التخصيصات بين المحافظات وعدد من الشرائح الاجتماعية، أسباب يراها نواب أنها كفيلة بإعادتها إلى الحكومة لإعادة هيكلتها، بما يجنب البلاد مزيد من المطبات، خاصة وأنها لثلاث سنوات، في حين ترى قوى نيابية أن الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد تتمتع بقدر كاف من التوافق السياسي اللي يضمن لها بطاقة العبور، خاصة وأن تأخرها راح يضر كثيرا ويدخل الاقتصاد والحاجات الأساس في أنفاق قد لا يرى لنهايتها حد، ويمكن ترميم الثغرات من خلال هامش التعديل والمناقلة في الأموال. هذا راح نتابعه في ملفنا الأول. أما في ملفنا الثاني فراح نتابع قضية أخرى أيضا مهمة على غرار ما تم تأخيره، وبخصوص الموازنة العامة وإيقافها في البيت التشريعي. انتقدت بعض الأطراف السياسية أداء مجلس النواب، وبالتحديد أداء رئيسه في دورة البرلمان الحالية، حيث قيمت أداءه وتمخض عنه ركاكة وإهمال في أداء البيت التشريعي. هذا التقييم لم يأتي من فراغ قطعا، وإنما هنالك مراقبة ومتابعة طوال مدة عمل البرلمان في دورته الحالية. لذلك اليوم البيت التشريعي المتمثل برئيس محمد الحلبوسي مطالب بتقويم أداء المهام البرلمانية وما لها من مردودات إيجابية لصالح المواطن والبلد. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابع حاضر من حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهاي الحلقة من حصاد الأيام، وأرحب بضيفي الكريمين الأستاذ حليم سلمان الكاتب والصحفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حليم، وأرحب أيضا بضيفي الكريم في الأستوديو الدكتور علاء القصير الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور علاء. نتحدث أستاذ حليم عن إعادة الموازنة مرة أخرى إلى الحكومة، برأيك هذا الأمر راح يتسبب بتأخر إقرارها؟ يعني لما نتحدث عن الدستور اللي أعطى البرلمان صلاحية المناقلة بين أبواب الصرف وتخفيف وتخفيض الإنفاق، هنا إذا ما عادت الموازنة إلى الغرفة التنفيذية، كم نحن بحاجة إلى وقت أطول والمواطن لا زال ينتظر؟ نعم، شكرا أستاذ أحمد. أنا أعتقد جزء من ترنح وجود مسودة الموازنة على مكتب رئيس مجلس النواب أو رئاسة مجلس النواب هو وجود أعتقد خلاف شخصي بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء حول هذا الموضوع أو مواضيع أخرى. والمعلومات المتوافرة الآن أن هنالك جلسة ربما تسمى جلسة صلح الآن، أعتقد في منزل السيد المالكي بحضور السيد الخزعلي وعدد من قادة الإطار التنسيقي وبوجود السيد السوداني والسيد الحلبوسي، للانتهاء أو لجمع الطرفين ويعني إبداء عملية التصالح حتى الأمور يعني تسير، وبالتالي يمكن للبرلمان أن يتمكن من يعني مناقشة جداول أو بنود الموازنة. أما في موضوع الموازنة، أنت تعرف جيدا أن الإنفاق والإيرادات ينظم في قانون، وبالتالي إحنا كل سنة ربما
يعني نواجه نفس هذه الصعوبة، لا يستطيع مجلس النواب أن يمرر موازنة لعام واحد بسهولة. طبعا واحدة من الإشكالات هو التنافر السياسي وعدم الاتفاق السياسي، والقضية الأخرى عدم استقرار أسعار النفط، لأن تعرف أنت أكثر يعني العملية الاعتمادات الموجودة هي على ما يصلنا يعني من مبيعات النفط. لو كنا نحن دولة منتجة، دولة صناعية، يمكن النفط يشكل من موازنتنا 20 إلى 25%، وال 75% تأتي من الضريبة، تأتي من الاستيرادات أو التصدير إلى آخره من هذه الأمور، يمكن ما مرينا بهذه الإشكالية. لذلك عملية تنظيم الإنفاق العام لمؤسسات الدولة العراقية يجب أن يحكم بقانون، وهذا القانون يسمى قانون الموازنة. وبالتالي لا يستطيع السوداني أن ينفذ برنامج الحكومي الذي يتحدث به كثيرا ويتبجح به كثيرا، لكن للأسف لا يستطيع بدون إقرار قانون الموازنة حتى يعطيه الشرعية القانونية والمرونة الكافية لتنظيم عملية الصرف على المشاريع، ربما على الاستثمار، ربما على قضايا أخرى الحكومة تطرحها في سبيل يعني تحريك، خلينا نقول تحريك الشارع العراقي باتجاه الاستقرار وباتجاه ضمان كرامة المواطن العراقي. طيب أجد ترحب حضرتك دكتور علاء، نتحدث عن احتمالية إعادة الموازنة لرئاسة من رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة العراقية، وبسبب اعتماد إرسالها لثلاث سنوات وبسعر ثابت لقيمة النفط، مدى واقعية هذا الطرح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لحضرتك ولكادر القناة والأخ الضيف المحترم، حياكم الله. يعني احتمالية أن تكون الموازنة لهذا العام هي من أكثر وأعقد الموازنات اللي شهدها العراق بعد 2003، لعوامل كثيرة جدا تتعلق بالضغط المتواصل والضغط المستمر من قبل الأخوة في إقليم كردستان، فيما يتعلق بحصة الإقليم وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز، والذي زاد من الطين بلة. يعني مشكلة يعني توقف الإقليم عن تصدير نفطه بعد قرار المحكمة الدولية في هذا الأمر، إضافة إلى كل هذا، يعني أنا أسمع أنه موازنة لثلاث سنوات، لكن تصريح السيد رئيس الوزراء المحترم الأخير قال الموازنة هذه فقط لسنة واحدة وستتكرر لسنوات 24 و25، وبالتالي يعني الكعكة كبيرة، يعني 200 تريليون دينار عراقي بحدود 150 أو أقل 150 مليار دولار، رقم كبير، لكن إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الميزانية التشغيلية ستأخذ يعني راح يروح لها الثلثين ويبقى الثلث لكل ما يتعلق بالموازنة الاستثمارية وتنفيذ ما تبقى من مشاريع لأعوام سابقة. بالتأكيد نعم، يعني ستبقى هذه العملية. اليوم احنا بالشهر الرابع، وأنا في لقاء سابق ومن نفس القناة قلت أنه الموازنة قد تتطول يعني لحد الشهر الخامس أو بداية الشهر السادس يعني حتى يتم إصدارها. مشاكل متعددة، مشاكل الأخوة السنة ويعني تصويتهم على الموازنة بعد يعني طلباتهم المتكررة فيما يتعلق بالاتفاق السياسي الأخير، والأخوة الأكراد في مسألة الحصة وحصتهم الـ 12 ويطالبون بإضافات أخرى، وأمور كثيرة يعني تتعلق ب يعني زيادة رواتب المتقاعدين اليوم اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، وزيادة رواتب يعني الفئات يعني دون خط الفقر. كل هذه الأمور ستكون عائق على إصدار الموازنة في وقتها، وأعتقد أنه ستعاد إلى رئاسة الوزراء ومرة أخرى يعني إلى رئاسة البرلمان، وتبقى المشكلة عالقة لها علاقة ب يعني خلي أضيف فقرة بسيطة وأنا أتحمل مسؤوليتها. هناك
يعني ضغوطات تتعلق بالفساد، وهناك ضغوطات تتعلق بحصص وامور كثيره تشوب هذه الموازنه طالما هي بهذا الحجم الكبير جدا، ولم يعني يكن هناك اي تدخل من قبل الاخوه في السلطه التنفيذيه فيما يتعلق برواتب الرئاسات والكم الهائل من المصروفات فيما يتعلق بالميزانيه التشغيليه. طيب استاذ حليم، الدكتور القصير يتحدث عن بعض موارد الفساد وبعض الضغوطات اللي راح تواجه قانون الموازنه، وهنا انا اسال حضرتك تحديدا عن النواب السنه اللي صرحوا بانهم غير راضين عن حصه محافظاتهم ضمن الموازنه الاتحاديه ويطالبون باعاده مشروع القانون او تعديله. هذا الموضوع بصراحه مش قد من الممكن ان راح ياكل من جرف الموازنه سواء بتعديلاتها او الوقت المستغرق. يعني حقيقة هو يعني لحد هذه اللحظة لا توجد شفافية من قبل رئاسة مجلس النواب حول قانون الموازنة. اليوم صرح النائب مونس يتحدث يعني يطالب بأن تقوم رئاسة مجلس النواب بإرسال مسودة الموازنة إلى اللجنة المالية. لحد الآن اللجنة المالية داخل مجلس النواب لم تطلع حتى على مسودة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتالي لا توجد شفافية. هذا من جانب. من جانب آخر، من حق النواب السنة أو الكرد أو الشيعة أو المكونات العراقية الأخرى الاعتراض أو تصحيح أو حذف، لكن ضمن قبة البرلمان. وإلا لماذا يدعو مجلس النواب إلى مناقشة أولى وربما ثانية ولا أعرف ربما ثالثة؟ كل هذه الأمور تعطي وقتا كافيا لممثلين الشعب العراقي، سواء ممثلين المكون سين أو المكون صاد، من أن يعني يطرحون وبقوة وبتماسك ما يضمن حقوق مناطقهم وحقوق المواطنين. وبالتالي هذه هي المناقشة خلينا نقول الشفافة اللي تحدث تحت قبة البرلمان. العملية أنا أقول لك بصراحة، العملية يبدو لي وجود هذا الخلاف ربما الآن يتحدثون عنه بشكل علني، الخلاف الشخصي بين رئيس مجلس النواب وبين رئيس مجلس الوزراء، ربما هو هذا أحد يعني عائق مهم أمام يعني تمشية الموازنة. وبالتالي الموازنة حسبت وحسمت يعني أبوابها وبنودها وجداولها موجودة، الإنفاق والإيرادات، وهي واضحة جدا. طلبت الحكومة من مجلس النواب أن يناقشها. من حق مجلس النواب اللجنة المالية واللجنة القانونية وربما اللجان الأخرى ذات العلاقة، أيضا من حق أي نائب أن يحضر في اجتماعات اللجان المتخصصة في تأطير وخنقول وإعادة وترتيب بنود الموازنة بما لا يؤثر على المعنى العام إلها، وبالتالي الأمور تمشي. أنا أعتقد يعني أتوقع أن جلسة اليوم بين الأخوة يعني في الرئاسات أعتقد ستفضي إلى صيغة معينة لتمشية أمور الموازنة، وبالتالي يعني أي تعطيل لمشروع إقرار الموازنة هو تعطيل لتقديم الخدمات، لتقديم المشاريع، لتقديم المشاريع التي تتعلق في البنى التحتية، ربما المشاريع المتوسطة المتعلقة في النقل، في الجسور، في الطرق، أيضا ربما المشاريع إطلاق مشاريع توفر فرص عمل حقيقية. وبالتالي لا خير في حكومة ولا خير في قانون موازنة ما لم يضمن في المستقبل من المشاريع التي يطلقها ضمان وتوفير فرص عمل للشباب وللخريجين وللمهندسين وللأطباء وإلى آخره. طيب دكتور علاء، يعني هناك نواب يتحدثون عن أن مشروع الموازنة ليس بالشيء الصعب، وإنما تجري اللجنة المالية تعديلات على المشروع وتتعاون مع وزارة المالية بشكل توافقي. هل هو المشروع بهذه البساطة؟
يعني احنا نسمع انه اجتمعت الرئاسات الثلاث واجتمعوا الاخوة في البرلمان واجتمعت كذا يعني وكأنما الموازنة اليوم اصبحت بيد الاخوة او السادة الرؤساء الثلاث يعني حتى تمشي الموازنة. الحديث مو بهذا الشكل استاذي العزيز، الحديث اليوم احنا نتحدث مثل ما تفضلت يعني الاطراف المشتركة في اعداد الموازنة او يعني وضع النقاط على الحروف هي البنك المركزي ووزارة المالية والأخوة في اللجنة المالية داخل البرلمان، هؤلاء هم المسؤولين عن متابعة مثل هكذا أمور. أما أن يجلس فلان من السادة أو الرؤساء الأحزاب أو يجلس فلان مع ممثلي إقليم كردستان أو مع الأخوة في الإقليم في 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 السيادة، هذا مو حل. يعني اليوم المشكلة مشكلة كبيرة، المشكلة يعني إذا قارنا فيما بين ما تم تخصيصه إلى الموازنة الاستثمارية وما بين المشاريع المتلكئة وحاجة المشاريع الاستثمارية الأخرى نرى هناك فجوة كبيرة جدا. ومسألة النفط يعني يوم سعر النفط اليوم 76 أو 77 وإحنا واضعين يعني الحد هو 75 دولار للبرميل الواحد، ونسبة العجز ستكون بحدود 47 مليار دولار في حال يعني انخفاض هذا السعر. احنا جماعتنا للأسف يتونسون على شيء اسمه اقراض، سواء كان هذا الاقراض داخلي او خارجي، فما عندهم مشكلة، ما يفكرون بهاي، نزل صار عجز هاي الداين، وهذه راح تبقى العملية متكررة. واليوم العراق دا يسدد فوائد الديون، ما دا يسدد يعني اجزاء او جزء من هذه الديون المترتبة عليها. فالمشكلة مشكلة كبيرة، يعني المشكلة مو حلها برؤساء الأحزاب السياسية ولا حتى في البنك المركزي وحده ولا حتى في اللجنة المالية. اليوم نحتاج إلى عقول يا أخي العزيز فيما يتعلق بهذه الموازنة، نحتاج إلى عقول حتى إذا كان الأمر يحتاج أنه نجيب ناس من داخل العراق من الناس الفاهمة والداركة في الأمور المالية بشكلها الصحيح. يعني مو معقول اليوم مع جل احترامي وتقديري العالي جدا للأخوة في اللجنة المالية واللجنة القانونية والأخوة في وزارة المالية، يعني احنا نتحدث على رقم ورقم كبير يعني كافي ان يغطي 7 أو 8 دول من الدول المجاورة. ان اترك الامر لشخص يعني اشخاص يعني ليس لديهم القدرة الكافية على ادارة مثل هكذا مال، وبالتالي يعني خلاص الاقتصاد العراقي من مشكلة كبيرة جدا. طيب. هناك عجز، هناك كساد، هناك فساد، هناك جملة من الشباب عاطل، هناك جملة من الفقراء دون خط الفقر، هذه كلها مسائل يجب أن تحدد ويجب أن نضع حلول إلها. هذه كلها ما قاعد يتداركها الأخوان في مجلس النواب أو حتى في الجهاز التنفيذي، يعني مجلس الخدمة الموحد، مجلس أعمار العراق، مسألة الاستثمار والاستثمار الاقتصادي، ومسألة إعادة أعمار المناطق المحررة، وكثير من الأمور لم تؤخذ بنظر الاعتبار ولم يخصص لها مبالغ كافية لتغطية مشاريعنا الاستثمارية القادمة. وبالتالي الاهتمام صار كله على مسألة الرواتب ومسألة المكافآت ومسألة التعيينات. مع جل احترامي يعني أنا اليوم دا أخرج كذا 100,000 طالب من 73 أو 74 كلية أو جامعة. اليوم احنا جامعاتنا وكلياتنا سواء كانت حكومية أو أهلية كلها تتخرج موظفين، وبالتالي هذول الموظفين يعني باشر أو اليوم راح يوقفون سكينة خاصرة ويقول لك تعال عيني ولازم تخصصني مبلغ ولازم راتب. هذه مشكلة يعني ما قاعد تحل لا من قبل الأخوة في اللجان المالية ولا من قبل الأخوة في الجهاز التنفيذي. يعني أنا ما معقولة أعتمد على خريجي الكليات وأخرج طلبة وبالتالي أحير برواتبهم. طيب. تبقى هي العائق الرئيس موازنتنا التشغيلية أخي العزيز، يعني ما ممكن ولا صايرة في أي منطقة في العالم اليوم ثلثين أو أكثر من ثلثين الموازنة تذهب رواتب وأقل من هذا المبلغ بكثير يروح لقضايا الاستثمار والبناء والإعمار. طيب. وأقول لك إياها، لا هذه السنة ولا السنة القادمة ولا حتى في 25 راح نخرج بجسر جديد في بغداد أو جسر في كل المحافظات. طيب. راح نبقى نعتمد على الترقيع وعلى إعادة تأهيل المشاريع القديمة، وما راح يكون هناك خدمات
يعني خدمات بشكلها الصحيح طيب. لأغراض التنمية الاقتصادية للمرحلة القادمة. طيب النواب يطالبون أستاذ حليم، طالبوا جميع الكتل السياسية الحاكم والممثل في مجلس النواب بضرورة الإسراع بتحديد موعد لجلسة خاصة لقراءة ومناقشة مشروع قانون الموازنة. ترى راح تستجيب الكتل السياسية خصوصا بعد الاجتماع الأخير اللي نوهت عنه حضرتك؟ أنا حقيقة مجلس النواب لحد الآن أداء كسول، وبالتالي هذا تحسب عليه وتحسب على رئيس مجلس النواب الحالي السيد محمد الحلبوسي. كنا يعني ننتظر من هذا المجلس أن يكثف من جلساته اليومية لمناقشة كثير من القوانين الآن موجودة في رفوف الدائرة القانونية لمجلس النواب العراقي. المجلس كسول، يعني بالأسبوع الواحد ما يسوي له جلستين، أو ربما أسبوع كامل ما لا توجد جلسة. هذا كسل، وبالتالي هذا تعمد، لأنه ذول المشرعين اللي موجودين انتخبهم الشعب العراقي، عليهم مسؤولية. الآن هذه المسؤولية يعني جزء من عدها احترام الإنسان العراقي، احترام كرامة الإنسان العراقي. كيف؟ من خلال تشريع القوانين ومساعدة الحكومة وبسرعة في إلزامها بالقوانين لغرض أن تعمل بصورة صحيحة وبصورة شرعية وتحت مظلة القانون. ولذلك هذا الكسل الآن الموجود في مجلس النواب يخلينا إحنا يعني نستغرب من هذا الموضوع. وأضرب لك مثل بالفترة الأخيرة على سبيل المثال، أول استجواب من صار مجلس النواب لحد هذا اليوم، أول استجواب سوته من دولة القانون لجنة النزاهة، أعتقد استدعوا مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وسووا لهم جلسة استجواب. تعرف لحد الآن المجلس عقد بعد هذا جلسة الاستجواب 4 جلسات أو 5 جلسات دون أن يحسم نتائج هذا الاستجواب. هذا يعتبر خلل كبير في أداء مجلس النواب. لا يمكن لمجلس النواب أن يمضي في قراءة مثلا أولى لقانون وبعدين يركنه، هذا لا يجوز. يفترض الانتهاء من القوانين، وإذا كان استجواب الانتهاء من الاستجواب سواء بالقناعة أو عدم القناعة. يعني المتابع الآن لأداء مجلس النواب يشعر بأن السيد رئيس مجلس النواب وكأنه يتحكم في عملية في خلينا نقول في دوائر مجلس النواب لصالح ربما أجندات هو يحملها، أو ربما لأشياء يريد يمررها مقابل أشياء أخرى. يعني إحنا لازم وصلنا إلى مرحلة نبطل من الكلام، هل ستتفق الكتل السياسية أو لا تتفق؟ زين إحنا ما إلنا ثقة بهذول 300 وكذا نائب في البرلمان يتحركون بحرية؟ هل هم يتحركون ضد البلد؟ لا. هل هم يتحركون ضد كتلهم السياسية؟ بالتأكيد لا. نقول هنالك قوانين معطلة، هنالك قوانين مهمة، على مجلس النواب أن يقيم جسر من العلاقات الجيدة بينه وبين الحكومة، سواء بالرقابة أو بإقرار القوانين. الحكومة تلوم مجلس النواب، تقول لأني حتى أشتغل كحكومة وتخليني أتحرك أريد ضمن مظلة القانون، ساعدني بالتشريعات، أيضا ساعدني في موضوع الرقابة على شرط أن لا تكون الرقابة بداعي الابتزاز. ولذلك هذه الحكومة وليدة، يعني صار لها 5 أشهر 6 أشهر. يفترض بمجلس النواب منذ انطلاق الحكومة من يومها الأول يعمل على وتيرة سريعة ومتزنة وموازنة لغرض تقديم أو إقرار جميع القوانين اللي هي ملحة تحتاجها الحكومة، حتى تتحرك الحكومة وتطبق منهاجها الحكومي بشكل قانوني وشرعي. طيب نتحدث عن بعض بنود الموازنة دكتور علاء حول ما يخص المواطن ومصلحة المواطن، سلم الرواتب على سبيل المثال، حتى الموازنات التشغيلية، الدرجات الوظيفية التي تم تعيينهم في الآونة الأخيرة. كل هذه المسائل المواطن أصبح ينتظر الموازنة يوما بعد يوم في سبيل حتى يعرف وضع المحاضرين وتم تثبيتهم والعقود والتعيينات للأوائل
حملة الشهادات العليا وكثير من المفاصل اللي اليوم المواطن يسأل عنها. يعني هي هذه أحد المشاكل الرئيسية. أنت أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات متوقف على أي يعني شيء اسمه تعيين، وفجأة 12 سنة يعني تقوم الحكومة العراقية أو الجهاز التنفيذي بتعيين أكثر من 20 أو 21 ألف موظف. هذا عبء، عبء كبير على الموازنة، وعبء كبير على يعني على الدولة أيضا. أنا ما أريد أدخل في الجانب السياسي اللي تفضل به الأستاذ حكيم، لكن أقول يعني مسألة رئيس مجلس النواب أو الأخوة المعطلين لكثير من القوانين داخل مجلس النواب، يعني هذه مسائل تدل على أنه هناك تخلف فيما يتعلق بإدارة القوانين التي لها علاقة يعني بالوقت الحاضر. أنا أتحدث عن الوقت الحاضر، أتحدث عن الأزمة الحالية. يعني الكل أنا أعتبره يعني من غير قصد أن يتعمد إلى تعطيل شيء اسمه موازنة. يعني كل هذا اللي يثار داخل مجلس النواب، يعني اليوم أنطفت حيز كبير جدا لقانون الانتخابات، وكأنه قانون الانتخابات يعني إذا ما راح يصير راح توقف الدولة وراح يعني راح يشبع الفقير وإلى آخره. هناك من يحاول عرقلة هذا الأمر، هناك من يحاول أن يزيد الجوع جوعا ويزيد الفقر فقرا، وهناك من يحاول أن يؤخر هذه الموازنة لأغراض كثيرة ويعني متنوعة فيما يتعلق أن يبقى هناك مبالغ، وقد تكون هذه المبالغ مثل ما صار عندنا مسألة ال 25 مليار اللي راحت على الأمن الغذائي، وبالتالي لا الغذاء توفر ولا الفقير شبع ولا الجوعان شبع. وين راحت ال 25 مليار؟ الله أعلم. لذلك يعني خلي يكون تأكيد وتركيزنا في حلقاتنا، يعني إذا كانت هذه الحلقة والحلقات الأخرى فيما يتعلق بالموازنة، عن أسباب يعني فشل الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الوصول إلى قرار حاسم وقرار نهائي وقرار مدروس وموقع من قبل أخوة، سواء كانوا في اللجنة المالية أو البنك المركزي أو وزارة المالية، لهم الإدراك ولهم الفهم الكامل في كيفية الخروج من هذه الأزمة. نعم. اللي يمر بها البلد، أزمة كساد، أزمة فساد، وأزمة جوع. فنبقى احنا ندور يعني على امور لا لها علاقة. نعم الأخوة في كردستان يقول لك انا اريد حقي، شلون جماعتنا من قالوا احنا نازل اخذ حقي. كردي يريد ياخذ حقه، وسني يريد ياخذ حقه، والاخوان بالجنوب اللي زاد فقرهم وزاد جوعهم يريدون حقهم، والاخوه في مجلس النواب دايخين بقانون الى هسه بقانون النفط والغاز وقانون الانتخابات ومشكله الاقليم اليوم الجديده اللي رايح رئيس وجاي رئيس ورايح وفد وجاي وفد، وبالتالي ضاعت الامور اللي هي اليوم البلد اللي هو اليوم البلد بحاجه ما سالها، اللي هي مساله الموازنه ومساله الخدمات ومساله يعني كيفيه الخروج من مشكله. اليوم خط الفقر راح يزيد او راح يصل الى 40%. نعم. واحنا برمضان يا اخوان احنا برمضان، والكذبه الحلوه والكذبه المرتبه كذبه وزاره التجاره فيما يتعلق بتخصيص الحصه التموينيه. وين الحصه التموينيه؟ وهذا الشعب اللي منهك، هذا الفقير اليوم اللي يتحصر على لقمه خبز او يتحصر على اكله محترمه. اللحم زاد صار ب 20,000 دينار، والمواد الغذائيه الاخرى قاعد ترتفع، وماكو مراقب يعني في كيفيه عوده الاسعار. ماكو مراقب اليوم، ولا اكو احد قدر يسيطر على شيء اسمه دولار سوق سوداء ودولار حكومه. دولار يعني صرنا مثل الدولة والدولة العميقة. دولار أسود ودولار أبيض، الأبيض حكومي والأسود اليوم في السوق السوداء. هذه مشاكل يعني يجب أن يوضع لها حل، ولا راح تتيه العملية، وبالتالي ندخل في النفق المظلم، وما حد راح يعني يسلم من مشكلة ثورة الجياع القادمة. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء القصير الخبير الاقتصادي لثلاث الحوار في هذا الملف. وتتفضل بقى معي الأستاذ حليم سلمان كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة كونوا معنا من جديد، حياكم الله. بعد التصريحات النيابية اللي تصف أداء البرلمان بالركيك والضعيف،
إزاء المهام المناطة به، أصابع الاتهام تشير لمجلس النواب بتعمد إيقاف سير عمل حكومة الخدمات وعرقلة أدائها اللي أشاد به الشارع من خلال التماهل بتأدية واجباته، خصوصا في مرحلة تمرير الموازنة للجان المختصة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. البرلمان بدورته النيابية الحالية هو الأسوأ أداء وأكثر ركاكة، هكذا انتقدت الأوساط النيابية أداء البيت التشريعي في مرحلته الراهنة بعد تتبع إخفاقاته من قبل المراقبين من داخل مجلس النواب، حيث جاءوا بتصريحاتهم التي وصفت بالجريئة والشجاعة حول مدى تهاون رئيس مجلس النواب بأداء مهامه والمسؤوليات المناطة له، لينتهي هذا الإهمال بتأخير إرسال الموازنة إلى اللجان المختصة، خطوة يفسرها المراقبون يراد منها استهداف البرنامج الحكومي وعرقلة أداء حكومة الخدمات بما لها من إنجازات تحسب في جعبتها بحسب ما يتداول من تفاسير وآراء. فبيت التشريعات محط انتقاد وتقويم لعمله التشريعي الركيك كما وصف، حيث يلقي بظلاله السلبية على قوانين تمس حياة المواطن ومعيشته لأسباب عدها البعض تعود لمكاسب حزبية وشخصية وسياسية، ليكون المواطن هو الضحية وراء هذه النعرات والخلافات داخل أروقة البرلمان. أصبح مجلس النواب أمام اختبار عسير إزاء كسب ثقة الساحة السياسية من بعد ثقة الشارع وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي من خلال الالتزام بالواجبات التشريعية الخاصة بإقرار القوانين وأصدار القرارات التي تسهم بحل الكثير من المشكلات في البلد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد ترحابي بضيفي الكريم الأستاذ حليم سلمان الكاتب والصحفي، حياك الأستاذ حليم مرة أخرى. وكذلك أرحب بالأستاذ زهير الشلبي عضو ائتلاف دولة القانون ينضم معي عبر سكاب من نينوى. أبدأ مع حضرتك أستاذ زهير، نتحدث عن أداء البرلمان لما يصفه مراقبون بل حتى نواب يصفه بالأداء الضعيف والركيك، وهذا غير ما بدأ به البرلمان ويا الحكومة. كانت الكتل والحكومة توافقت على قضية واحدة هي تقديم الخدمة للمواطن، ولكن اليوم هذا التأخر والتلكؤ في عقد الجلسات إصدار القوانين والتشريعات المهمة يؤشر ناقوس خطر، كيف تنظر إلى الأمر؟ السلام عليكم ورمضان كريم. هذا الموضوع متوقع طبعا، لأنه فعلا البرلمان تعرف كيف مر بمخاض كبير ومراحل يعني، وهذا متوقع طبعا لأنه الزعماء الكتل تغيرت كثير من الأمور خاصة بهذه الفترة السنة بعد الانتخابات، كان هناك صراع سياسي وكان هناك إخصاء سياسي وكان هناك خلافات كبيرة وصلت إلى العظم. وبعدين جت هذه الحكومة أيضا نتيجة اتفاقات وبها إرادة دولية أيضا في تشكيل هذه الحكومة، وهذه الحكومة شكلت وفق شروط يعني، وهذا الانفراج اللي صار طبعا بعد مخاض عسير أيضا هناك شروط وهناك شروط تعجيزية أيضا. فمتوقع هذا الموضوع، حاول السيد رئيس الوزراء أن يوفق ما بين الجميع في موضوع كتابة الموازنة. أنا ما أقول صناعة أو بناء موازنة، وإنما الموازنة كتبت، وفعلا هي كانت أنا واضحة عندي من كلمة انفجارية. أنا أعرف الوضع الاقتصادي العراقي وإمكانيات الدولة والفساد المنتشرين، لا يمكن تطبيق برنامج الموازنة خلي نقول وليس برنامج الحكومة. وأيضا موضوع الذهاب إلى البرلمان والمصادقة على الموازنة
كنت متوقع جدا وذكرتها في الإعلام أيضا أنه هناك راح تلاقي مشاكل كبيرة لأنك خلافات مدفونة راح تظهر مع الموازنة. يعني حتى الخلافات اللي صارت على مصادقة على قانون الانتخابات سهل جدا ولا يقارن بالخلافات اللي راح تحصل على الموازنة واللي هي بالأساس راح تكون تعطيل لبرنامج الحكومي وإفشال الحكومة في تحقيق برامجها. طيب. هذا موضوع يعني أنا طيب. بالنسبة لي أعرفه مثل ما أشرب الماء أنه الموازنة من الصعوبة أن تمرر مع هكذا برلمان مهلهل وهش. أستاذ زهير خليني أنتقل أستاذ حليم لو سمحت لي. أستاذ حليم يعني الطرح اللي تفضل به السيد الشلبي يعني في أي خانة نضعه؟ وكان الاتفاق منذ البداية بأن الكتل البرلمانية أجمعت بأن تقدم الخدمة للمواطن، يعني هل أصبح المواطن سني وشيعي وابن الموصل وابن البصرة، بالتالي أصبح النائب هو يطالب لابن محافظته بالفعل وأكو مآرب أخرى؟ يعني بالتأكيد احنا كنا نتمنى من مجلس النواب الحالي أن يتجاوز هذه العقد ويتحرك في الفضاء العراقي العام ولا يتحرك في فضاء القرية أو في فضاء المنطقة أو في فضاء المحافظة. وبالتالي عندما تقر هذه الموازنة بالتأكيد ستأخذ بنظر الاعتبار الموازنة جميع الظروف المحيطة بالسكان سواء في الغربية أو الشمال أو الجنوب أو الوسط. هذه مهمة وزارة المالية، كيف وزعت عملية الإيرادات أو عملية الإنفاق كيف يتوزع لجميع مناطق العراق. هنالك مناطق الآن تعيش تحت خط الفقر المدقع مثل الديوانية والسماوة، هذا ضروري أن يتحرك النواب لزيادة إيرادات هذه المحافظات في الموازنة، وبالتالي أيضا إطلاق مشاريع خدمية وربما صناعية زراعية لمحافظة السماوة والديوانية على سبيل المثال. وبالتالي لا يمكن أن نعبر هذه العقدة ما لم يكون هنالك هوية جامعة لمجلس النواب. الآن نحن نرى عندما نراقب أداء هذا المجلس، هذا المجلس متنافر، هذا المجلس يعني وكأنه أنت قاعد في دقة عشائرية بين هذه الجهة وهذه الجهة. لا يمكن أن يصوت مجلس النواب على الموازنة الحالية ما لم يتخلص من هذه العقد، والنائب الواحد يجب أن ينظر إلى كل الشعب العراقي كرده وعربه وتركمانه وكل طوائفه وأديانه نظرة واحدة وبمسافة واحدة. وبالتالي الموازنة عندما تقر هي تخدم الجميع، لكن للأسف الشديد هنالك بعض الأسماء وهي مؤشرة داخل مجلس النواب تتحرك، يعني تتحرك من زاوية شخصية، تبحث عن ثغرات ربما وتبحث عن معرقلات الغرض من عندها هي عملية ابتزاز. لذلك نقول أن أداء مجلس النواب الحالي يعني بصراحة محبط ولديه إخفاقات كثيرة لحد هذه اللحظة ما عدا قانون الانتخابات، ونحن نعرف جميعا إصرار رئاسة المجلس على تمرير قانون الانتخابات لأنه وجود إرادة سياسية أرادت أن يمر هذا القانون. انطيني أستاذ أحمد أي قانون مر يفيد هنقول في تطبيق المنهاج الحكومي أو في دعم هذه الحكومة أو في توفير يعني مظلة قانونية لربما مشاريع خدمية تقدم إلى المواطن العراقي. انطيني أنا أسألك هذا السؤال. يعني لست في مرض الإجابة كمقدم برامج، ولكن أيضا أسأل حضرتك عن غياب دور رئيس البرلمان في تقديمه للإجازة وعدم عقده للجلسات أستاذ حليم. يعني هذه غريبة، يعني السيد الحلبوسي قدم الإجازة وأوكل المهام إلى النائب الأول المندلاوي وهو موجود في البلد، ما هي أسباب الإجازة؟
أصبحت الآن معروفة. السيد رئيس مجلس النواب يعني ربما يشعر هنالك ضغط عليه، ضغط من الأطراف السنية وربما حتى من الأطراف الشيعية أو كردية. رئيس مجلس النواب حسب التسريبات هنالك يعني وجود يعني خنقول عدم تقارب في وجهات النظر بينه وبين رئيس الحكومة، هذا يؤدي إلى الخراب، وبالتالي لا خير في مجلس نواب ما لم يقيم هذه العلاقات المتينة مع الحكومة سواء بمحاسبتها أو بدعمها بالجانبين. من حق مجلس النواب أن يحاسب الحكومة، ومن حق مجلس النواب ومن حق الحكومة أن تقول لمجلس النواب أو تسأل مجلس النواب عن الدعم، لأنه الحكومة بدون أن تدعم من مجلس النواب لا يمكن لها أن تسير بخطوات صحيحة، ويمكن أن تطبق هذا البرنامج الحكومي أو المنهاج الحكومي يعني بشكل سلس وتحت مظلة قانونية. طيب، هل أن يعني سباق التحالفات والائتلافات أستاذ الشلبي قد بدأ سريعا لانتخابات مجالس المحافظات؟ هل أصبحت مقدرات المواطن تخضع لهذه المعادلات، وبالتالي نلاحظ ستكون هنالك سلال تمشي بها بعض القوانين، نموذج السلة الواحدة، أو لربما ستوضع الكثير من العراقيل في المرحلة المقبلة؟ يعني كيف مثلا أنا ما وصلني سؤالك مضبط، يعني نتحدث عن غياب رئيس مجلس يعني النواب، وهنالك بعض المطالب من نواب في بعض المحافظات السنية بأن يكون لمحافظاتهم حصة في قانون الموازنة كي يتم إقرارها، يعني مصلحة أو مراعاة مشاعر الناخب اللي أشار له الأستاذ حليم سلمان، مراعاة مشاعر الناخب بدأت من الآن تظهر هذه الاصطفافات واستعراض القوى من الكثير من الشخصيات. أكيد طبعا هذه مسألة كل موازنة تظهر على الساحة كثير من المناكفات والعراقيل في أمام الموازنة، وكسر الإرادات هذه أيضا تلعب دور في هذا الموضوع، والمصالح الضيقة وتلعب دور كبير على المصالح الوطنية. يعني مثلا الآن في مدينة الموصل من أكثر المحافظات من بعد التحرير وصلها الأموال، وكانت تصلهم بطريقة سلسة غريبة ما تصل لباقي المحافظات. يعني لا يمكن أن تحصل باقي المحافظات في الوسط والجنوب على عملية التمويل مثل ما تحصل الأنبار والموصل وصلاح الدين. ما نعرف كان هو هذا السر كيف تسهل هاي الأمور، هل بأنها محافظات متضررة وجدهم أموال طائلة؟ يعني الموصل عدة مصادر للأموال، مو فقط التنمية مثل ما يقال الحصص تنمية الأقاليم. يعني محافظات قد تأخذ بالنسبة إلى سكانها، والموصل لا زالت هي ثاني أكبر محافظة بعد بغداد، وتأخذ الحصة الأكبر أكبر من البصرة اللي هي مثل ما يقال قوت الشعب العراقي، والبصرة يجب أن تكون أهميتها الاقتصادية أكثر من أي محافظة. ليش؟ لأنها الموانئ ومراكز التصدير للنفط والبترول، هذه البصرة يجب أن يكون بها هناك بنى تحتية كبيرة جدا، وخاصة الطرق والجسور والأرصفة وما شابه ذلك، والحياة الأخرى الاجتماعية، وكذلك على المستوى الفندقة أيضا يجب البصرة أن تأخذ اهتمام كبير بالنسبة للحكومة العراقية، لأن هي بوابة العراق على البحر. واليوم البصرة نتحدث على ميناء الفاو الكبير وخط الحرير وما شابه ذلك. يعني هذه أنتك من العملية. مثل ما قال ضيفك الكريم، يجب الموازنة أن توزع، أن تكون اقتصادية، أن الصف في عملية التنمية الاقتصادية وليس على حسب
النسب السكانية. بهذه الحالة راح تتشرم وتشتت الأموال على حساب المشاريع الاستراتيجية. تكون مشاريع استراتيجية مثل سكك الحديد، هذه تخدم العراق كله، المطارات تخدم العراق كله، كثير من الأمور، محطات تكرير البترول، يعني مثل ما نقول مصافي البترول اللي تنتج لك البنزين، أيه الأفضل، تكون قريبة لإنتاج النفط أو تكون بعيدة في مكانات مثل ما أخرى معرضة مثلا إلى الإرهاب، طيب. معرضة إلى أي عمليات إرهابية، خلي تكون قريبة مناشئ النفط حتى تكون مثلا الإنتاج ماله يغطي احتياجات العراق. كثير من الأمور، محطات الكهرباء العملاقة اللي تغذي العراق كله يجب أن تكون قريبة من إنتاج الغاز المصاحب، طيب. للبترول. يعني أمور كثيرة هذه ما تحسب بالموازنة. يعني إحنا بصراحة موازنتنا سياسية وليست اقتصادية. طيب. طيب استاذ زهير اذا اسمح لي خليني اذهب للاستاذ حليم. نعم. في دقيقه لو سمحت استاذ حليم، يعني تحدث. نعم. عن سياسه الاخ الاكبر، هل ستكون حاكمه لعبور هذه الازمه 15 يوم؟ ما معقول الشعب راح ينتظر 15 يوم غياب الحلبوسي عن مجلس النواب، وان كان هنالك سيشرع مجلس النواب في مناقشه الموازنه، ولكن هل تمرر ام ان سياسه الاخ الاكبر ستكون حاكمه وتعيد الامور الى نصابها؟ يعني هذا فشل للنظام الديمقراطي، وهذا تهديد للنظام السياسي. يعني إذا لم تنتبه الكتل السياسية، وهذه رسالة حتى لرؤساء الكتل السياسية، كلما تمضون بهذا التطرف أو تسمحون لجهة أن تتطرف بهذا الشكل، هذا تهديد واضح للنظام الديمقراطي الاتحادي البرلماني في العراق، وهذا راح يخسرنا جمهور في الانتخابات المقبلة. إذا كان أكو أمل من أن حكومة السوداني سوف تقدم الخدمات وتتحرك بشكل جيد لانتشال حالة الفقر اللي يعيشها الشعب العراقي، فهذا راح يصير لنا أمل أن الشعب سيتفاعل مع هذا النظام السياسي في الانتخابات المقبلة. لا سامح الله في الانتخابات المقبلة إذا بقى الأداء على هذا الحال، والله لا تتوقعون 5% من المواطنين العراقيين يخرجون لأداء الانتخابات واختيار ممثلين. نعم. وبالتالي هو هذا الفشل الحقيقي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حليم سلمان الكاتب والصحفي أثرية الحوار في الملفين، وشكر كثير لحضرتك أستاذ زهير الشلبي عضو ائتلاف دولة القانون، حدثتنا عبر سكاب من نينوى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.